معانا دلوقتي مدام شيماء، ازيك؟ عامله الله ايه؟ يسلمك، الحمد تمام. لله، تمام الحمد معاكي لله. ابنك بقى، اسمه ايه؟ مالك عبد الفتاح؟ مالك. طيب النهارده انا شايفاكم بتملوا الاستماره، انتوا لسه داخلين على الكشف، عرفتوا منين ان في كشف هنا النهارده بالمجان؟ التلفزيون طبعا الرئيس عمل لنا حاجات كويسة ويعني والحمد لله كشف الحمد تمام، لله، الحمد والحمد لله. لله مليتوا الاستماره بقى، هيدخل تمام. يكشف على ايه مالك؟ صدره ان شاء الله. مالك عنده حساسيه او حاجه ولا؟ عنده حساسية على صدره. تمام، وان شاء الله باذن الله يعني يبقى كويس. عايزه تقولي ايه النهارده للمؤسسه وللتحالف؟ وعايزه نشكر الرئيس ونشكر المبادرة الجميلة اللي هو عملها لنا دهواتي، ونشكر الشعب والحمد لله على كل حاجة جميلة هو عملها لنا. الحمد لله. ازيك يا مالك؟ عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد كويس؟ لله الف سلامه عليك. الحمد لله. تكشف بقى وتاخد الدواء وتبقى زي الفل، صح؟ طبعا. عايز تبقى ايه لما تكبر يا مالك؟ دكتور. طب شد حيلك بقى. دكتور. في دكتور صوتواطي كده، علي صوتك. دكتور. طب تمام، شد حيلك بقى. شكرا ليكي. ربنا يخليكي، ونشكر الرئيس على كل اللي هو عمله لنا، وربنا يبارك لنا فيه ويديله الصحه يا رب. ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا. العفو شكرا يا حبيبتي، العفو. وبنرحب دلوقتي بمدام ايمان. ازيك؟ الله يسلم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي بقى، كشفتوا ولا لسه داخلين؟ احنا عملنا تحليلات ولسه هنكمل باقي الكشف. هتكشفوا ايه النهارده؟ هنكشف اطفال ورمض. هتكشفي يعني كشف عام للاطفال ورمض. ايوه. قولي لي بناتك بقى اسميهم ايه؟ سلمى محمد وحفصه احمد. طيب قولي لي بيشتكوا من ايه بقى؟ هم عندهم انيميا فجاي اكشف عليهم، ودي وحفصه عندها عينها وجعاها شويه فجاي اكشف على عينها وعامل لها نضاره. طيب تمام، الكشف بقى دوري بعد كده ان شاء الله يا ايمان، علشان نحافظ على صحتنا. ان شاء الله نتابع مع حضرتكم ان شاء الله. ازيك؟ اسمك ايه؟ سلمى. ازيك يا سلمى؟ عندك كام سنه؟ 11. 11. قولي لي بقى عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. هنكشف بقى ونبقى حلوين. انت في سنه كام؟ 5. سنة 5. طيب كشفي بقى عشان صحتك تبقى حلوة كده، عشان لسه في مذاكرة كتير قوي. ماشي. ماشي. ازيك يا حفصة؟ الحمد لله كويسة. الحمد لله. ألف سلامة عليكي. الله يسلمك. عايزة تبقي ايه لما تكبري؟ عايزة ابقى مهندسة. الله، مهندسة. طيب اكشفي بقى كده وان شاء الله نطمن عليكي ونشوفك بقى اكبر مهندسة في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا ايمان، عايزة تقولي ايه النهاردة للتحالف وللمؤسسة، وعايزة تقولي ايه؟ طبعا انا بشكرهم على المبادره الجميله اللي هم عملوها لاولادنا، وبشكر طبعا سياده الرئيس على اهتمامه بالاطفال. الف سلامه على بناتك، وان شاء الله يبقوا زي الفل باذن الله. ان شاء الله. وشكرا لحضرتك. شكرا ليكي.